مفيش تقدم من غير انتاج، ومفيش انتاج من غير تعليم فني. تعليم يوفر لنا خريجين عندهم مهارات وخبرات. عندنا نقص شديد جدا جدا في الايدي العامله المهره. طيب اخبار التعليم الفني عندنا ايه؟ وليه ما بقاش عندنا كوادر فنيه وعماله مهره كده زي الاسطوات الحلوين بتوع زمان؟ هل تفتكروا لو رحنا مدرسه فنيه هنلاقي الطلبه في المعامل بيتدربوا، ولا هنلاقي نصهم مزوغ او المدرس بعته يجيب له علبه سجاير؟ مشكله ان الطالب اللي في التعليم الفني اساسا حاسس انه متعاقب. هو من ساعه ما جابش في الاعداديه المجموع بتاع الثانوي العام قال يعني خلاص المجموع هيدخله الجنه، وهو حاسس ان هو في حاله يعني ايه بيتادب. لكن لما نلاقي تعليم فني بجد ومناسب لسوق العمل اكيد ساعتها يحس انه اختار صح، وان التعليم الفني مش عيب ابدا.